بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. سنكسار اليوم التاسع عشر من شهر هاتور المبارك. أحسن الله انقضاءه وأعاده علينا وعليكم ونحن وأنتم في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والأثام والزلات من قبل مراحم الرب يا أبائي وإخوتي آمين. تعيد الكنيسة في هذا اليوم بتذكار تكريس أول كنيسة بنيت على اسم الشهيدين سرجيوس وواخس بالرصافة بالشام. كان هذان القديسان من كبار ضباط في جيش ماكسيميانوس قيصر، وآمن بالسيد المسيح فقبض عليهما وجردهما من رتبهما، ثم أرسلهما إلى أنتيوخوس والي سوريا الذي أمر بذبح واخس وإلقائه في النهر، فانتشل جسده بعض النساك، أما سرجيوس فقطع رأسه في الرصافة. وجمع المؤمنون جسديهما معا وبنوا لهما كنيسة عظيمة بالرصافة كرست في مثل هذا اليوم، وحضر صلاة التكريس 15 أسقفا وشعب كثير، وكان يسيل من جسد القديسين دهن طيب يشفي الأمراض. بركة صلواتهما فلتكن معنا آمين. وفي هذا اليوم أيضا من سنة 32 للشهداء 316 ميلادية استشهد القديس أبيبوس في أيام الملك ليكيونيوس قيصر، وذلك أنه لما سمع الملك بالقديس أبيبوس أنه صار مسيحيا أصدر أمرا بالقبض عليه، ولكنه قدم نفسه إليه، وعندما رأى تمسكه بالإيمان أمر أن يربط على خشبة ويمزق جسده بأمشاط من حديد، ففعل الجنود ذلك. أخيرا أمر أن يحرق خارج المدينة وربطوه على خشبة عالية وأوقدوا تحته النار، فاحترق جسده ونال إكليل الشهادة. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم أبديا آمين.